الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الإخوة عباد الله، ما زال حديثنا عن الإيمان وعن ثمرات الإيمان وعن أركان الإيمان وعن الفهم السليم الذي يجب أن يكون عندنا لمنظومة الإيمان، التي رأينا في الأسبوع الماضي أن الإيمان هو الحياة وأنه لا حياة بدون الإيمان. فالمؤمن الذي من الله تعالى عليه بالإيمان هو يتبحبح في نعمة عظيمة، نعمة كما قال أحد العلماء عنها: لو علم بها الملوك لقاتلون عليها، نعمة الإيمان. فالله نسأل أن يثبت إيماننا، نسأل الله عز وجل أن ينير حياتنا بهذا الإيمان وأن يجعلنا من أهل الإيمان، فهم أهل الله سبحانه تبارك وتعالى. اليوم على نفس المنوال وعلى نفس الخط بين يدينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا فيه قصة وقعت عند الكعبة من نفر من المشركين، فنرى هذه الحادثة ونرى رد القرآن على هذه الحادثة، ثم نستخلص بعد ذلك دروسا نستفيد بها إن شاء الله تعالى. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت، أي عند الكعبة، ثلاثة نفر: قريشيان وثقفي، أي من بني ثقيف، ثلاثة رجال قليل فقه قلوبهم، اسمع الوصف، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال أحدهم، اجتمعوا الآن عند الكعبة والوصف وصف دقيق، قليل فقه قلوبهم أي أن هؤلاء لا يفقهون شيئا، والفقه كما بينا في خطب ماضية هو الفهم. فالله نسأل أن يرزقنا الفقه وأن يرزقنا الفهم وأن نستعمل هذه النعمة، نعمة العقل، نستعملها الاستعمال الصحيح. دعونا نفتح قوس، ما معنى نستعمل نعمة العقل الاستعمال الصحيح؟ أي نستعملها في إدراك المدارك، في إدراك الحقائق. نستعمل نعمة العقل في التفكر، نستعمل نعمة العقل في التدبر، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن
أم على قلوب أقفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لماذا؟ لعلهم يتفكرون، كما قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما هي خلاصة التفكر؟ خلاصتها قولهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو التفكر الذي يثاب عليه الإنسان، هذا التفكر الذي يؤدي إلى تعميق الإيمان، إلى ترسيخ الإيمان، إلى تنمية الإيمان، إلى تقوية الإيمان. هذه من وسائل تقوية الإيمان هي التفكر. هذا المؤمن. وهنالك من الناس من لا عقول لهم. لماذا؟ لأن نعمة العقل يستعملونها في الإفساد وفي الشر. يستعمل العقل هذا كيف ينكر لهذا، كيف يكيد لهذا، كيف يعني يحفر لهذا، وكيف يفعل هذا. هذا ليس عقل. العقل معاشر الإخوة هو نعمة، ونحن مسؤولون عنها. هذه النعمة القرآن يوجهنا إلى استعمالها الاستعمال الصحيح. هذه النعمة إن استعملت الاستعمال صحيح، انظر إلى أي درجة تكون، تكون في مصاف ودرجة المتفكرين. المتفكرين هؤلاء درجة، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك أقرب الناس إلى الله وأكثر الناس خشية هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يرون الحقائق والذين يدركونها والذين يتفكرون فيها والذين تدفعهم تلك الحقائق إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى. هذه إخواني إشارات حتى نستعمل هذه النعمة الاستعمال الصحيح، الاستعمال السليم، الاستعمال الممدوح، حتى نتنعم بهذه النعمة. هي نعمة من الله تعالى بها علينا، فعلينا أن نتنعم بها، وعلينا أن نحافظ عليها، وعلينا أن نحسن توجيهها، وأن نحسن استعمالها إن شاء الله تعالى. لذلك أخواني نرى أن في التاريخ الإسلامي العلماء، علماء الإسلام هم الذين غزوا العالم بعلومهم، لأنهم تفكروا، لأنهم استعملوا هذه النعمة الاستعمال الصحيح. ونحن علينا أن نسير على هذا الطريق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء بهذه الصفة: قليل فقه قلوبهم، يعني هؤلاء لا يفقهون. طيب اسمعوا الحوار الذي كان بينهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ تظنون أن الله يسمع ماذا نقول؟ فقال الآخر، رد عليه الثاني، قال: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. تكلمنا بصوت عالي يسمعنا، وإن أسررنا في الكلام لا يسمعنا. فقال الثالث: إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إن أخفينا. هذه حقيقة، الرب سبحانه وتعالى يسمع الجهر ويسمع ما يخفى. فنزل قول الله تعالى، نزل القرآن في حق هؤلاء الثلاثة. قال الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نزل القرآن يفصل في هذا الموضوع. أي هذه آية عظيمة أخواني، نحن سنقف عندها
وقفات سريعة، لكنها آية. أدعو إخواني إن شاء الله جميعا حينما نعود إلى بيوتنا يكون عندنا قليل الوقت أن نجلس مع آيات سورة فصلت، الآيات آية 22 والآية 24، حتى نقرأ تفسير هذه الآية العظيمة، لأنها أتت بدروس وأتت بمسائل عظيمة في الإيمان وفي العقيدة. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول عن هؤلاء الثلاث: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة، وظننتم أن أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها. وفي هذه الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب. قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا من القبائح المخفية، ولذلك اجترأتم على المعاصي والآثام. قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ما معنى أرداكم؟ أي أن ذلك الظن القبيح برب العالمين أنه لا يعلم كثيرا من الخفايا هو الذي أوقعكم في الهلاك وفي الدمار، فأرداكم النار فأصبحتم خاسرين. خلاصة هذا التفسير أن هؤلاء لا يؤمنون بأن الله تعالى رقيب، وأن الله ينظر، وأن الله مطلع على أحوال العباد. فماذا دفعهم ذلك؟ اجترأوا على الله، واجترأوا على المعاصي، ووقعوا فيها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر ونبه. لماذا؟ لأن المؤمن معاشر الإخوة في إيمانه معنى أن الله هو الرقيب، أن الله مطلع عليك، الناس لا تراك لكن الله يراك، مهما فعلت ومهما اختفيت ومهما ومهما فإن الله مطلع عليك. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه آية عظيمة إخواني، على المؤمن أن يعيش بها أينما كان. لبعض الناس إخواني مع الناس تراه ما شاء الله تعالى، فإذا خلى بنفسه ينتهك المعاصي والمحارم والعياذ بالله. بعض الآخرين تجده في مكان ما شاء الله ينتقل إلى مكان ثاني، تجد نوع ثاني وشكل ثاني، حتى أن بعض الناس هذا الذي نراه أيضا في حالات بعض الناس حينما يذهب إلى السياحة، يقول لك ما هي السياحة؟ يعني هي الراحة. وما معنى الراحة؟ فسر لي جزاك الله خيرا. معناها أن أتخلص من القيود وأتخلص من الرقيب، فأفعل ما أشاء. هذه تنزع حجابها وذاك يترك صلاته، والله تعالى المستعان. هذا خلل في الإيمان إخوان، هذا خلل. هذا معنى أن الإنسان ما علم مقام الله تعالى، ما علم أن الله تعالى مطلع عليه، ما علم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه. ولذلك هذه الآية معاشر الإخوة حملت لنا دروسا عظيمة نلخصها في أربع مسائل. المسألة الأولى هي وجوب العلم بأن الله لا يخفى عليه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو مطلع على أحوال العباد كلهم، فهو عز وجل كما قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم حتى النظرة، ما نوع النظرة؟ هل هي نظرة سليمة؟ هل هي نظرة خبيثة؟ هل هي نظرة حاسدة؟ هل هي نظرة فيها خير؟ هل هي نظرة فيها صدقة؟ الله عز وجل يعلم ذلك كله.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إخواني هذه مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رب الصحابة على هذه المعاني كلها، رب على أن الله تعالى يراقبك. فإذا أنت من الذي تخشى؟ تخشى الله سبحانه وتعالى. من تخاف؟ تخاف الله عز وجل، تعلم أن الله مطلع عليك، تعلم أن الله عز وجل رقيب عليك. قال تعالى أيضا في سورة آل عمران: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. تظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم حالك؟ هو أدرى بك من نفسك. إن كان يدير الكون كله، الكون هذا إخواني لا يدار إلا بقدرة القدير، بقدرة العظيم، بقدرة المدبر. ما من شيء، ما قطرة ماء تنزل إلا بإذنه، إلا بأمره، إلا بعلمه سبحانه وتعالى. إذن على المؤمن حينما تهم به نفسه ليفعل شيء ماذا يقول؟ يقول إن الله مطلع عليه. لذلك أحد العلماء يربي تلميذه، قال: يا شيخ، هل هنالك مكان يعني أريد أفعل المعصية؟ قال: ليس في مشكلة، ابحث عن مكان لا يراك الله فيه وافعل. ابحث عن مكان لا يراك الله فيه وافعل، أنت في أرضه وأنت في ملكه سبحانه وتعالى. قال: لا يوجد مكان. قال: إذن اتق الله سبحانه وتعالى، خاف المولى الذي أنت بحثت، ما في مكان على هذه الأرض إلا والله تعالى مطلع عليك فيه. كيف إذن تجرأ على الله؟ هذه تربية. طبعا الشيطان يأتي ويلعب بالإنسان ويزين له ويعني يأتيه بكل المغريات. معليش يا أخي، أنت مرة ليس مشكلة، تلك المرة عصيت الله عز وجل فيها، فاعلم أنك يعني خلاص لعب بك الشيطان. لذلك هذا مبدأ في الإيمان وفي الدين وفي العقيدة، هي أنك تعلم أن الله تعالى أول شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأمر الثاني وهو من مستلزمات الإيمان هو الإحساس بالمراقبة، حس أن الله عليك رقيب، أن الله تعالى يراقب العبد في أفعاله وفي أقواله وفي حركاته وفي سكناته وفي كل أمر، فالله تعالى مطلع علينا. ولذلك على المؤمن أن يخشى الله بالغيب، كما قال عز وجل في سورة الملك: إن الذين يخشون الله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. خشية تكون أكثر شيء في ماذا؟ بالغيب. ما يراك أحد يا أخي، ليس هنالك من يراقبك، ليس هنا. لذلك معاشر الإخوة، هذا الدين هو دين عظيم. في بعض المجتمعات أمريكا حاولوا يمنعوا الخمر، منعوا الخمر لسنوات بالقانون، منعوا الخمر، لكن هل الخمر توقف؟ لم يتوقف الخمر. لماذا؟ لأن ليس هنالك معنى الإيمان والخوف من الله، وأن الإنسان وقع في 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 حرمة، وأن الإنسان وقع في معصية، وأن الإنسان وقع في إثم. لذلك عاشت الأمة الإسلامية لعصور وهي كما قال عمر، جاء عمر وقدم استقالته، كان قاضي المدينة، جاء للخليفة أبا بكر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين سرحني. لماذا يا عمر؟ قال: الناس ليس بحاجة إلى قاضي. لماذا؟ لأن الناس ربت نفسها على المراقبة، تعلم أن الله يراقبها. لذلك أيضا هذه من الأشياء التي لا يعرف حتى بعض المسلمين، حالات القصاص. إحنا بعض الأحيان أفتح قوس نأتي فيكتب على الإسلام ويتقول على الإسلام كثير من التهم. ماذا يقول لك؟ يقول لك: محمد عليه الصلاة والسلام كان يقطع الأيدي والأرجل. هذا ليس صحيح بالمرة، ليس هذا كذب وافتراء، كالفرية التي خرجت مؤخرا
ولا أدري إن سمعتم بها. الفرية ما هي؟ الفرية أن في البرلمان المصري هنالك نواب قدموا مشروع قانون. ما هو مشروع القانون هذا؟ مشروع قانون يبيح الرجل أن يأتي أهله إن ماتت زوجته إن ماتت في مدة 6 ساعات، وكتب هذا الخبر ونشر، واتصلت بنا الصحافة الأسبوع الماضي، صحافي اتصل وكان يوم كامل معه بالمكالمات. دعونا أول شيء نتثبت من المعلومة صحيحة أم ليس صحيحة. المعلومة ليس لها أصل، نشرها صحفي ماكر من أتباع المبارك الهالك ليثير بها الفتنة وبثها في وسائل الإعلام وكتب على الإسلام. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي يجلب القراء، أي شيء خبر مثل هذا خبر جميل، هذا عظيم، نسمع المسلمين ماذا يناقشون في برلماناتهم. نفس الشيء إخواني، يأتي بعض الناس من الجهلة ومن المغرضين ومن غير الباحثين، ليست لهم حتى وسائل البحث العلمية، يقول لك محمد قطع وقتل، ليس صحيح. متى كيف حصل هذا؟ مع من؟ أعطيني مثال. بل إن من طبقت عليهم الأحكام في الشريعة في الإسلام حالتين، لمن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، ما راح القاضي أخذوا والشرطة أخذته واعتقلوه وصارت، لا، هذا شخص قام بفاحشة، جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله وقعت في حد من حدود الله فطهرني. إذن السلوك كان سلوك الإنسان وحده، يأتي ويطالب أن يعاقب. لماذا؟ يريد أن يطهر نفسه في الدنيا قبل الآخرة. هذا السلوك يأتي من من؟ يأتي من إنسان يخاف الله عز وجل. هذا السلوك يأتي من إنسان أثمر الإيمان في قلبه فجعله يريد أن يتخلص من الإثم ويريد أن يطهر نفسه حتى يلقى الله وهو نظيف. لذلك معاشر الإخوة، هذه أهم المبادئ التي توجد في الإسلام. الإسلام الإنسان ليس يخاف القانون، الإنسان يخاف الله عز وجل، يحترم القانون نعم، لكن قبل احترام القانون وبعد احترام القانون هنالك الخوف من من؟ الخوف من الجليل، الخوف من الرقيب، من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو الحذر من حال المنافقين وحال الذين يستترون من الناس في قيامهم بالمعاصي ولا يستخفون من الله سبحانه وتعالى، كما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا حال المنافقين، وعلى المسلم أن يحذر حال هؤلاء الناس. هؤلاء الناس بألف وجه، مشكلتهم ما هي؟ أنهم يخشون الناس، مشكلتهم أنهم يفعلوا كذا أمام الناس ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فهو غير ذلك، فهو على منهج الله، وهو الذي يبحث عن مرضات الله، وهو الذي يخاف الله في كل مكان وفي كل حال. الذي يهمه كما رأينا في الخطبة الماضية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون الله غاضبا عليه. لذلك المسلم أول هدف له هو تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع هو تذكير القرآن بمسألة مهمة للغاية في الإيمان وفي الدين، هي أن الله تعالى مطلع على كل أمر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل يوم القيامة الجوارح التي عندنا تشهد إما لنا وإما علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الصائم يشفع له أمران، يشفع له الصيام ويشفع له القرآن. يقول الصيام يا رب، الصيام يتكلم يا رب
منعته الأكل والشرب لأجلك. ويتحدى ويتكلم القرآن ويشفع لصاحبه. وأما أهل المعاصي فقد ذكرهم الله تعالى في سورة فصلت، قال عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها النار والعياذ بالله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا في جلودهم، الآن الحوار بين أهل النار وبين جلودهم التي شهدت عليهم، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لذلك معاشر الإخوة، اللسان، اليد، العين، القدم، القلب، العقل، الجسم يشهد لصاحبه. إن كان هذا الجسم وهذه الجوارح مسخرة في طاعة الله فهي تشهد لك إن شاء الله تعالى، تكون معك. وإن كانت في المعصية فهي تشهد ضدك كما ذكر القرآن المجيد. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصير جوارحنا في طاعته وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كاري فراتيلي، سيامو سو لا ستيسا لينيا إن شاء الله، سيامو parlando della fede, degli frutti della fede, delle regole della fede, del concetto della fede, come dobbiamo capirlo e come dobbiamo anche metterlo in pratica إن شاء الله. Oggi portiamo una storia raccontata dal profeta Muhammad alayhi as-salatu wassalam. E poi troviamo che il Corano anche ha citato questa storia come risposta a tre persone. Allora il profeta alayhi salatu wassalam ha raccontato che nella Kaaba, vicino alla Kaaba, ci sono trovati tre uomini, due da Quraysh, uno di un'altra città di Taqif. Si sono trovati questi e hanno fatto tra di loro una discussione dicendo: ma noi quando parliamo Allah ci sente? Una domanda questa. Noi parliamo adesso, loro tre, Allah ci sente? Uno ha detto: senti, se noi parliamo a alta voce. Ma se parliamo a bassa voce non senti. Primo. L'altro ha detto: ma penso se lui sente quanto noi parliamo a bassa voce, sarà logico che senti se noi parliamo a alta voce anche. E su questa storia è stato rivelato il Corano, quindi Surat Fussilat, i versetti 22 e 24. Che chiedo a tutti i fratelli, inshallah, quanto avete il tempo, andare a studiare questi due versetti, perché sono pieni di tante lezioni di fede islamica. Allora, la storia di questi tre era la causa della rivelazione di questi versetti. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنَّ
ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Cosa c'è in questi versetti? Allora, prima di tutto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha descritto questi uomini come tali. Ha detto ci sono trovati tre uomini che capiscono nulla, che non capiscono o che non usano il cervello. Questo è il senso della frase in arabo. Ci interessa questa descrizione prima di tutto. Perché dobbiamo capire che il cervello, la ragione, è un dono da Dio, l'Altissimo, subhanahu wa ta'ala. Un dono questo. Certi forse non sanno che questo è un dono. Un dono! Chi vuol sapere il suo grado, il suo valore, basta andare a vedere queste cliniche di malati mentali e vedi che Allah subhanahu wa ta'ala cosa ci ha dato? Ci ha dato un tesoro. Un tesoro. Quindi prima di tutto dobbiamo valutare e sapere il grado, il valore di questo dono di Allah l'Altissimo. Due, dobbiamo preservarlo. Per questo il musulmano non deve far entrare nella sua testa tutte le idee sbagliate di destra, di sinistra, da qua, da lì. Deve avere una mente pulita, pura. Una mente pulita, pura, e una mente che porta il suo portatore, la persona, a sviluppare, a produrre sempre un bene. Chi ha una mente giusta, corretta, produce sempre il bene, alhamdulillah rabbil alamin. Chi ha una mente storta, da lui esce solo il male. Cosa si aspetta da lui? Solo il male. Mentre uno che ha la ragione, il cervello stabilito bene, non è a livello fisico, è a livello del modo di funzionamento. Per questo il terzo punto, che è importante, l'Islam ha chiesto di usare questo dono nel bene. Nel bene, vi faccio certi esempi, inshallah. Il Corano ha parlato della riflessione. E ha parlato della riflessione come un modo di adorare Allah. Ha descritto la riflessione come un strumento di fare o di costruire o di fondare una fede giusta e corretta e profonda. Con la ragione, l'uso giusto della ragione porta a far aumentare la fede. Allah l'Altissimo nel Corano ha parlato di quelli che riflettono nella creazione dei cieli e della terra, alla fine cosa dicono? La conclusione: oh Dio nostro, non ha creato questo per nulla, subhanak, gloria a te, proteggi dall'inferno. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Questa è la conclusione. Uno si fa riflettere la fede, trova prima di tutto che Allah esiste, che c'è Allah. La nostra fede è una fede basata sulla ragione, fratelli. Come il Corano ha parlato sempre. Il Corano, quando ha trattato l'argomento, il concetto dell'unicità di Allah, ha fatto un versetto dove لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا.
Sì, in questo mondo, in questo universo, in questa terra, su questo cielo ci sono due, allora cosa sarà? Sarà l'anarchia. Quindi la logica dice che questa armonia del mondo, questo buon funzionamento dell'universo dimostra che c'è Dio e che Lui è unico. L'uso giusto del cervello, della ragione. Però ci sono certi che usano il cervello, la ragione, solo per il male, come faccio per distruggere quello lì? Come faccio per rovinare questa cosa? Come faccio per combinare contro il mio fratello, contro l'altro, contro questi? Il cervello lavora, non è che non lavora, però lavora nel senso contrario, nel senso sbagliato, nel senso brutto. O certi giovani sono molto intelligenti, però vedete l'intelligenza cosa fa? Devo trovare un trucco io, devo trovare un modo come io scappo dal controllo dei genitori, come faccio io per fare quella cosa lì? E comincia a rimane tante ore a riflettere. Riflettere su cosa? Riflettere come combinare. Questo è un uso sbagliato del cervello. Il credente, il musulmano, usa il suo cervello per il bene. Usa il suo cervello soprattutto per riflettere. Per questo il Corano ha parlato tanto di riflettere sui versetti del Corano. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Il Corano è stato rivelato per قَوْمٍ يَعْقِلُونَ, per popolo che ragiona. Non è stato rivelato il Corano per le bestie, non è stato rivelato il Corano per la terra. Malgrado questo Allah ha detto لو أنزلنا هذا القرآن, se il Corano è stato rivelato su una montagna, la troviamo spaccata del paura di Allah, del timore di Allah. Talmente il Corano è molto ricco, talmente il Corano è molto importante. Certi sentono il Corano, però non lo sentono con sentono con l'orecchio, ma non sentono con il cuore. Sentono con l'orecchio, ma non sentono col cervello, perché il cervello è rotto, non funziona, fuori servizio. Funziona solo dal male. Noi dobbiamo, inshallah, prima di tutto, perché Allah alla fine troviamo questa gente, il versetto di Surat Fussilat, di cosa parla? Parla di quella gente perché erano mentalità storta, parlavano di Allah come forse qualcosa, un oggetto, un gioco. Non hanno glorificato, non hanno saputo il valore del Signore. Sono comportati male con Allah. Uno dice, ma senti quanto noi parliamo alta voce e quanto noi parliamo bassa voce, lui non sente. Questo dimostra che sono ignoranti a livello di fede. Non sanno nulla da chi è Allah l'Altissimo, subhanahu wa ta'ala. Per questo troviamo nel Corano quelli che usano il cervello, quelli che ragionano in modo corretto, saranno loro più vicini ad Allah. I scienziati sono quelli che sono più... Chi sono scienziati? Quelli che riflettono, quelli che usano la ragione, quelli che conoscono Allah davvero, quelli che riflettono. Noi ogni giorno abbiamo tanti beni, noi dobbiamo riflettere su questi beni. Allah ci ha portato a fare la preghiera, Alhamdulillah. Oggi ho potuto mangiare bene, Alhamdulillah. Oggi non ho avuto problemi, Alhamdulillah. Oggi i miei figli sono, mashallah, Alhamdulillah. Oggi non ho malattia, Alhamdulillah. Si riflette su questo, si riflette, perché noi viviamo ogni giorno tanti miracoli. Solo li sentano quelli che hanno un cuore e un cervello che funziona, che vivono. Alla fine troviamo che il Corano ha risposto su quelli lì che hanno pensato che Allah non vede, mentre noi prendiamo quattro regole in modo veloce di questa sura. La prima regola della fede: sappiamo che Allah sa il tutto.
niente può essere nascosto davanti a Lui, subhanahu wa ta'ala. Lui conosce anche il sguardo, Lui sa il sguardo, quello che è giusto, corretto, pulito, buono, o quello che è cattivo, wal'iyadu billah. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Allah Lui sa, solo Lui sa, subhanahu wa ta'ala. Quando uno guarda un sguardo pulito, un sguardo buono, un sguardo felice, un sguardo giusto, corretto, diverso di quello che sguarda un sguardo cattivo, un sguardo pieno di male, un sguardo, pieno di sharr, di voler fare il male, diverso. Allah sa tutto. Allah Lui anche sa quello che è nascosto nei cuori delle persone. Lui anche sa questo. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. La seconda regola, che Allah subhanahu wa ta'ala controlla il tutto. E abbiamo citato prima che in America, ad esempio, hanno proibito l'alcol per tanti diversi anni. Hanno fatto una prova, ma non ha funzionato. Perché? Perché il discorso non è il discorso della legge. Il discorso qua tiene i principi, i valori e anche la fede. Se uno convinto o non convinto, se uno è... ha scelto la cosa, non ha scelto. Per questo noi cosa troviamo nell'Islam? Troviamo che l'Islam sempre è stato praticato con la volontà della gente. Diverso questo. Quando Umar era lui il giudice dello Stato Islamico, è arrivato e ha presentato la sua dimissione al secondo califo, che era il primo califo, che era Abu Bakr al-Siddiq. Cosa ha detto? Ya Abu Bakr, io mi dimesso perché non c'è lavoro. La gente questa è educata, non hanno bisogno di un giudice, di un tribunale. E con questo rispondiamo alla una di più grandi bugie, diffamazioni fatte sull'Islam, quanto dicono Muhammad, il profeta dell'Islam, ha tagliato le mani, ha tagliato le teste. Una bugia alla grande questa. E mi permetto ancora di collegare con un'altra bugia uscita questi giorni. Alcuni da voi mi sembra che l'hanno vista, quella informazione su il Parlamento egiziano. Cosa c'è? C'è una proposta di legge, questa dice così l'informazione, una proposta di legge che uno, l'uomo può fare il rapporto con sua moglie è morta durante un periodo di 6 ore. Grave, grave. Vi ha scioccato questo? Però questo è scritto in tanti giornali. Mi ha chiamato un giornalista, aspetta che verifico le cose. Era con me il fratello Adnan, abbiamo fatto una bella ricerca, tutto un pomeriggio. Abbiamo visto da dove è uscita questa informazione, il testo dell'informazione, abbiamo visto un po' cosa c'è nel... c'è questa... non c'è neanche questa proposta di legge. Anche il gruppo di femministe in Egitto hanno negato che c'è, quelli che normalmente loro devono essere i primi contro, hanno negato che non c'è questa. Dove è uscito da un giornalista, uno di anziani che seguiva il Mubarak, su Mubarak, per distruggere, per creare una fitna nell'Egitto. Però guardate cosa ha fatto di male contro l'Islam. Ha permesso, ha fatto questa informazione girata nell'Ahram, poi è andata all'Arabia, solo in inglese, in arabo non c'è, e poi ripresa di giornalisti che cercano a fare dei complimenti all'Islam. Guardate tutto questo, diffamazioni, bugie, bugie continuano ancora. Allora, se noi torniamo un po'
alla pratica dell'Islam, alla pratica della Sharia, cosa troviamo? Troviamo anche nella vita del Nabi sallallahu alaihi wasallam, nessuno è stato punito, tutti i due o tre casi che erano, sono persone che hanno arrivato loro da solo, chiedono di essere purificati, vogliono che prendano la loro pena per andare all'akhir, all'altro giorno, pulito, non vogliono andare a incontrare Allah con un peccato grande. Questo se uno vuol capire, vuol conoscere l'Islam, è funzionato sempre così. Non è che aspetto il poliziotto che fa pagare o lo Stato, se uno fa un sbaglio devi correggerlo lui, perché temi che? Temi prima di tutto Allah Azza wa Jalla. La legge dobbiamo rispettarla, prima anche della legge c'è la fede e dopo la legge anche c'è la fede che accompagna il comportamento della persona. Che la persona non fa questo non perché la legge impedisce, perché c'è Allah che guarda e che controlla il tutto. Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. La terza regola, fratelli, dobbiamo fare attenzione del comportamento di munafiqin, di ipocriti. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Quelli che fanno le cose davanti e dietro fanno le altre cose. Pensavano che Allah non guarda e non controlla. L'ultima cosa che dobbiamo tenerla di questa storia o di questo versetto, che Allah subhanahu wa ta'ala fa il giorno del giudizio pronunciare i nostri, come si dice, gli occhi, i mani, le lingue, i piedi, o saranno al nostro favore o saranno contro. A noi scegliamo. Se vogliamo che questa lingua testimonia per noi, noi la usiamo per il bene, inshallah. Se vogliamo che questi occhi testimoniano per noi, la usiamo per il bene. Se vogliamo che questo cervello, torno sempre, testimonia per noi, lo usiamo per il bene e nel bene, inshallah. Giorno del giudizio, Allah ha parlato in sul Fussilat ancora, i versetti 19 e 21, che quelli che cadono nell'inferno sono caduti prima di tutto perché hanno preso la cosa in leggero. Pensavano che Allah non controlla, non guarda, non vede. E poi hanno un discorso, una discussione tra loro e loro pelle anche. Dicano loro pelle, perché voi testimoniate contro? I pelli parlano, dicono, Allah ci ha fatto pronunciare. Pelle diventa a pronuncia, dare la sua testimonianza. Perché tutto quello che pronunciamo, tutto quello che facciamo, tutto quello che compiliamo sarà o al nostro favore o sarà contro. Noi chiediamo Allah che sarà al nostro favore, inshallah. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Chiediamo Allah l'Altissimo che ci aiuta per vivere meglio la fede islamica, di trovare il suo gusto, la nostra vita. Che lui ci aiuta, inshallah, che ci benedice, inshallah. Cogliamo l'occasione per fare tanto dua, tanto e tanto e tanto dua ai nostri fratelli in Siria. Che vivano una grande prova. Davvero, questa situazione
non si sa come sarà la fine, però noi abbiamo fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala. E abbiamo solo alzare le nostre mani e lo chiediamo con sincerità di aiutare i nostri fratelli, perché stanno pagando molto caro e una grande, grande, grande prova per tutti i musulmani, non solo per la Siria, però per i fratelli in Siria è una situazione molto dolorosa e molto pesante. Chiediamo Allah l'aiuto per loro, inshallah. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt, wa qina wa sirif 'anna sharra ma qadayt, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk, innahu la yu'izzu man 'adayt wa la yadhillu man walayt, tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعل بفضلك رايه الحق والدين. اللهم فرج كربنا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب اخواننا في سوريا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم خفف عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء. اللهم اطعمهم من جوع واسقهم من عطش واكسهم من عرق وكن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه الى كل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولوالدينا ولوالدي المسلمين اجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا واجعل الجنة مأوانا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. امين 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 امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.